الفترة دي بيعدي علينا أوقات وأحاسيس صعبة جدا يمكن ما حسيناهاش ولا شفناها قبل كده. إحساس وحش قوي لما تحس إن أكلك وشربك ونومك وراحتك خيانة، ده غير إن بيجي عليك أوقات لو حسيت شوية بفرحة بتحس إن أنت بتخون حزنهم، ده غير أحيانا بتحس إنك من فرط العجز عايز تعتذر لهم إن أنت عايش أصلا. وضعنا للأسف بقى مخزي جدا ولله الأمر من قبل ومن بعد. النهاردة هنتكلم عن شيخ الشهداء وصاحب أول مقاومة إسلامية ضد المحتل ومن أكبر الرموز والخطباء اللي مروا على قطاع غزة وفلسطين في تاريخها كلها. هنتكلم عن رمز من رموز النضال والتضحية اللي عاش حياته كلها لغاية آخر لحظة بيدافع عن القضية الفلسطينية كلها. هنتكلم عن الشيخ القعيد وشيخ الشهداء وشيخ المجاهدين الشيخ أحمد ياسين. في 28 يونيو سنة 1936 اتولد أحمد إسماعيل ياسين في قرية عريقة جدا في فلسطين اسمها قرية جورة في عسقلان، وفي نفس السنة دي شهدت فلسطين أول ثورة مسلحة ضد النفوذ الصهيونية داخل الأراضي الفلسطينية. مات والده وهو عنده 5 سنين، والسنة اللي بعدها انضم أحمد ياسين لمدرسة الجورة الابتدائية وكمل فيها دراسة لغاية الصف الخامس. وفي عام 1948 عاش أحمد ياسين الهزيمة العربية الكبرى اللي اتسمت باسم النكبة. وقتها كان احمد ياسين عنده 12 سنة وطلع من الاحداث دي بدرس كبير جدا غير في حياته السياسية والفكرية لغاية ما مات. والدرس هو الاعتماد على الفلسطينيين نفسهم في انشاء مقاومة افضل من الاعتماد على الغير، سواء كان بقى الغير ده مجتمع عربي او مجتمع دولي. واتكلم احمد ياسين عن الفترة دي بعدين وقال ان الجيوش العربية لما جت علشان تحارب اسرائيل نزعت السلاح من ايدينا بحجة انه ما ينفعش قوة تانية غير قوة الجيوش، فارتبط مصيرنا بيها، ولما اتهزمت الجيوش العربية اتهزمنا معاها. وبعدها العصابات الصهيونية قامت وعملت المجازر والمذابح على الفلسطينيين الآمنين، ولو كان السلاح بإيدينا كانت غيرت مجريات الأحداث كلها. النكبة دي بقى أثرت على أسرة الطفل الصغير وأجبرتهم على الهجرة من عسقلان لقطاع غزة، وهناك بقى الأسرة عاشت مرار الفقر والجوع زيها زي كل الأسر اللي هاجرت في الوقت ده، لدرجة إنه كان بيروح عند معسكرات الجيش المصري هو واصحابه علشان ياخدوا الاكل اللي بيزيد عندهم ويرجعوا بيه علشان ياكلوا اهلهم. وساب التعليم لمده سنه واشتغل في مطعم فول في قطاع غزه علشان يقدر يصرف على اسرته المكونه من 7 افراد، وبعدها رجع للدراسه تاني. وفي عام 1952 اتعرض الشيخ احمد ياسين لحادثه خطيره جدا اثرت وغيرت في حياته كلها. اتصاب الشيخ احمد ياسين وهو بيلعب مع اصحابه بكسر في فقرات الرقبه وركب كبيره لمده 45 يوم، وبعد ال 45 يوم اتضح انه هيعيش حياته كلها في شلل تام. وبالاضافة للشلل التام فضل الشيخ احمد ياسين طول حياته بيعاني من امراض كتيرة، منها فقد البصر في عينه اليمين بعد ما اتصاب فيها في التحقيقات داخل السجن على ايد المخابرات الاسرائيلية، ده غير انه طول حياته بيعاني من ضعف شديد في عينه التانية والتهاب مزمن في الاذن وحساسية على الرئتين. وفي سنة 1956 وبسبب العدوان الثلاثي اللي استهدف مصر شارك في المظاهرات وهو عنده 20 سنة اللي بدأت في قطاع غزة رفضا للعدوان، وظهر في المظاهرات دي بقدرات خطابية وتنظيمية ملموسة وواضحة، وبدأ نجمه يلمع وسط دعاة قطاع غزة كلهم. وفي سنة 1958 أنهى أحمد ياسين دراسته في الثانوية وقدر إن هو يحصل على وظيفة رغم الاعتراضات اللي واجهها في الأول بسبب حالته الصحية، وكان معظم دخله اللي بيحصل عليه من مهنة التدريس اللي تعين فيها كان بيساعد بيه أسرته. وفي سنة 1961 تزوج من السيدة حليمة وهي من أحد أقارب الشيخ أحمد ياسين، ورزق الله عز وجل منها ب 11 من الأبناء. وبعد هزيمة 1967 اللي احتلت فيها إسرائيل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، استمر الشيخ أحمد ياسين في رفع الروح المعنوية للمصلين من على منبر مسجد العباس اللي كان بيخطب فيه لمقاومة المحتل. وبعدها زود نشاطه في جمع التبرعات لأسر الشهداء والمعتقلين وتعين رئيس للمجمع الإسلامي في قطاع غزة. وطبعا نشاطه ده زعل السلطات الإسرائيلية، وفي سنة 1982 أمرت باعتقاله ووجهت ليه تهمة تشكيل تنظيم عسكري وحيازة أسلحة، وأصدرت عليه حكم بالسجن لمدة 13 سنة. لكن بعدها ب3 سنين سنة 1985 أطلقت سراحه في تبادل أسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبعدها سنة 1987 اتفق الشيخ أحمد ياسين مع قادة العمل الإسلامي في قطاع غزة على تكوين تنظيم إسلامي لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي، والغرض
المعترض منه تحرير أراضي فلسطين كلها، وأطلقوا على التنظيم ده حركة المقاومة الإسلامية والاختصار بتاعها حماس. وكان للشيخ أحمد ياسين دور كبير جدا في الانتفاضة الإسلامية اللي بدأت في التوقيت ده، وكان اسمها انتفاضة المساجد. ومن الوقت ده الشيخ أحمد ياسين بقى الزعيم والأب الروحي لكل حركات المقاومة الإسلامية الموجودة في فلسطين كلها. وفي سنة 1988 مع زيادة الانتفاضة، السلطات الإسرائيلية فكرت في وسيلة علشان توقف بيها تحرك الشيخ أحمد ياسين، فدخلت بيته وفتشته وكسرت كل حاجة فيه وهددته كمان بالنفي لبنان. ومع ازدياد أعداد قتل الجنود الإسرائيليين واغتيال العملاء الفلسطينيين، أمرت سلطات الاحتلال باعتقال الشيخ أحمد ياسين في 18 مايو سنة 1989 هو وأعضاء حركة حماس. وفي 16 أكتوبر سنة 1991 حكمت عليه السلطات الإسرائيلية بالسجن مدى الحياة، وكان مكتوب في أسباب الحكم التحريض على خطف الجنود الإسرائيليين وقتلهم وتأسيس حركة حماس. وفي 13 ديسمبر سنة 1992 حاولت مجموعة فدائية تبع كتائب عز الدين القسام اللي هي الجناح العسكري لحركة حماس إن هي تخرج الشيخ أحمد ياسين هو وبعض المعتقلين اللي معاه، فخطفت عسكري إسرائيلي وعرضت على السلطات الإسرائيلية إن هي تبادله وتخرج المعتقلين، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت العرض وهجمت المكان اللي كان محتجز فيه. ومع تبادل النار بينهم مات العسكري الإسرائيلي ومات قائد وحدة الهجوم الإسرائيلية، وكمان استشهد قائد مجموعة الفدائيين. وفي أول أكتوبر سنة 1997 قبضت السلطات الأردنية على 2 من عملاء الموساد الإسرائيلي، فشلوا في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة الأردنية عمان. وبسبب العملية دي تم إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين في التبادل اللي حصل بعد تسليم العملاء لإسرائيل. وفي 6 سبتمبر 2003 اتعرض الشيخ أحمد ياسين لأول عملية اغتيال بمروحية إسرائيلية استهدفت شقته. في الوقت ده كان معاه جوه شقته رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وفي العملية دي اتصاب الشيخ إصابة خفيفة في دراعه اليمين. وفي 14 مارس 2004 نفذ شابين من كتائب عز الدين القسام عملية أسدود، العملية اللي مات فيها 10 جنود إسرائيليين واتصاب فيها 20 تانيين، والسلطات الإسرائيلية حملت الشيخ أحمد ياسين مسؤولية تنفيذها. وبسبب العملية دي كانت بداية العد التنازلي لتوقيت الاغتيال. وتاني يوم بعد العملية دي مباشرة قطع وزير الأمن الإسرائيلي شاول موفاز زيارته لواشنطن، ورجع علشان يعمل اجتماع مع قيادات أمنية وعسكرية في إسرائيل، وقرر بعدها عمل عمليات عسكرية على رفح وخان يونس وقطاع غزة، واتقتل فيها 15 فلسطيني ردا على اللي حصل. وبعدها أخذ قائد أركان الجيش الإسرائيلي موشي يعلون ووزير الأمن شاول موفاز الضوء الأخضر من رئيس الوزراء أرييل شارون باغتيال الشيخ أحمد ياسين. وفي 22 مارس 2004 بعد أحداث عملية أخدود بثمان أيام، خرج الشيخ أحمد ياسين كالعادة لصلاة الفجر في المسجد القريب منه، مسجد التجمع الموجود في قطاع غزة. وبعد ما أدى صلاة الفجر وهو خارج على كرسي علشان يركب العربية ويرجع على بيته، استهدفته طيارة أباتشي ورمت عليه 3 صواريخ، استشهد في لحظتها. استشهد الشيخ أحمد ياسين هو وسبعة من المرافقين اللي كانوا معاه، واتصاب 2 من أولاده. 3 صواريخ كانت كافية علشان تحول جسد الشيخ أحمد ياسين لأشلاء. 3 صواريخ فتتت الكرسي اللي كان بيقعد عليه وبيتحرك بيه في كل مكان. استشهد الشيخ أحمد ياسين الأب الروحي وشيخ المجاهدين وشيخ الشهداء. استشهد الشيخ أحمد ياسين بعد ما علم الدنيا كلها دروس التضحية والفداء في مقاومة المحتل. استشهد بعد ما رب أجيال قادرة على تحمل هم القضية الفلسطينية كلها. استشهد وغاب عننا، لكن صورته وسيرته هتفضل موجودة، ولعنة على الكيان الموهوم اللي تخيل بقتله هتنتهي المقاومة الفلسطينية، علشان يخرج بعدها رجالة رفع رايات المقاومة والصمود والكرامة والشرف والتضحية والفداء والإصرار. وأنا خلاص خلصت. سلام عليكم.